Translation problems, culture problems. المحاضرة عبارة عن مجموعة من الأمثلة لتظهر بها بعض الصعوبات الثقافية في الترجمة. نبدأ بنمبر 1. We start with number 1. The British Council. شوف كلمة Council شنو معناها؟ قبل القاموس معناها مركز، معناها مجلس. شوف شلون تتغير ترجمتها. The British Council، المركز الثقافي البريطاني. وبعض المرات قد يضطر المترجم انه يشرح معنى بعض الكلمات باستخدام الهوامش، يعني يترجمها المركز الثقافي البريطاني ويكتب بعدين هامش، هي منظمة رسمية تروج للغة الإنجليزية وثقافتها. في بعض الحالات في بعض النصوص قد يحتاج المترجم بأن يضيف معلومات بين أقواس أو في هوامش. Security Council، شوف هنا ترجمها المركز الثقافي British Council، هنا شو ترجمها؟ مجلس الأمن. Security Council، مجلس الأمن. Private Council، Private Council هي خاص ببريطانيا، هالمجلس مجلس الملكة الخاص، مجلس شورى الملكة موجود ببريطانيا، هذا جزء من الثقافة البريطانية. Arts Council، كلمة Arts تجي معنى فنون، تجي أيضا معنى آداب. مركز الفنون، شوف هنا نرجع نرجمها مركز، منظمة وطنية لتمويل الفنون في المملكة المتحدة. نجي لكلمة Parliament، مر علينا البرلمان، احنا برلمان دائما نستخدمها الكلمة، لكن بعض الدول اللي يشبه البرلمان شو يسمونه؟ مجلس الأمة، اختلافات ثقافية. بعض الدول يسمونه مجلس الشعب، بعض الدول يسمونه المجلس الوطني، هو نفس البرلمان. في دول أخرى إلى هاي المسميات. House of Representatives أيضا نلقاها موجودة، هاي House of Representatives. House هنا مو معناها بيت، نتج معنى مجلس، نفس معنى Council هنا جاي. مجلس النواب، Representatives معناها ممثلين. Congress هاي خاص بأمريكا أيضا، شنو هو؟ مجلس النواب، لكن هذا مصطلح خاص بأمريكا نستخدمه عن حتى نقولها، نسوي له Transliteration، نستخدمه نقول بالعربي Congress. الكونغرس شنو يعني Transliteration؟ نفس الكلمة أصواتها نكتبها بلغة عربية، كلمة إنجليزية نكتب أصواتها بلغة عربية. Kremlin، القصر الرئاسي الروسي، شوف شلون ترجمتها، يعني مترجم يشرح. Electricity Board، شوف كلمة Board تجمع معنى لوح سطح، Board بها معاني متعددة، هنا جاي شنو معناها؟ الشركة العامة للكهرباء، المؤسسة أو الهيئة العامة للكهرباء. Continental Breakfast، نجي Continental Breakfast، Continental معناها قاري، خاص بقارة أوروبا، أوروبي. شو نقصد بContinental Breakfast؟ لازم عندك معرفة ثقافية، ثقافة المجتمع الأوروبي حتى تعرف شنو يعني فطور أوروبي، شاي، قهوة، وخبز محمص، توست، هذا المقصود به فطور أوروبي. Christmas Meal، كريسمس ميل ترجمتها سهلة، وجبة عيد الميلاد، لكن شو تتضمن؟ تعرف انت ما تعرف لها، مو جزء من ثقافتك، ضرورة واحد يرجع ثقافتهم يعرف شنو يتضمن. مؤلفة هي الوجبة من الغداء التقليدي، شنو الغداء التقليدي؟ وديك رومي لازم هذا بي، وحلوى عيد الميلاد، شنو هي حلوى عيد الميلاد عندهم؟ البودينج المبخر الغني بالدسم والدهن والبهارات، وزبدة وفاكهة مجففة. زين متى يكون؟ يكون بين الساعة 1 إلى 3 ظهرا. شوف هاي المعلومات كلها ضمن هاي الكلمة Christmas Meal، هاي المعلومات الثقافية. بعض المرات تحتاج المترجم انه يشرحها فوت نوت بهامش. Ploughman Lunch، Plough معناها يحرث، Ploughman نقصد بها الفلاح، Ploughman Lunch غداء الفلاح. شنو نقصد به غداء الفلاح؟ غداء بسيط مؤلف من خبز وجبن ومخللات ومشروب، هذا غداء الفلاح. احنا شلون نسمي نقول واحد غدانا نواشف؟ اختلافات ثقافية، هاي المصطلحات تحتاج انت تعرف عن ثقافتهم يلا تفهم حقيقة ومعنى هذه. عندنا مصطلح as beautiful as a lock، هذا المصطلح as beautiful جميل كي a lock، lock قبرة، طير صغير لونه قهوائي بني، يشبهون الجمال به هم يشوفوه حلو. بالعربي تجي الترجمة اجمل من البدر، انه كالبدر او انها كالبدر، انها اجمل من البدر. شوف الفرق، الاختلافات الثقافيه، نشبه بالبدر هم يشبهون بالطير. A fox is not taken twice in the same snare، هاي مثل proverb، مثل هذا من امثالهم، معناها الثعلب ما يطيح بالشرك مرتين. زين احنا شنو المقابل عندنا؟ هم ثقافتهم جزء منها الثعلب موجود عندهم بغاباتهم فيشبهون به، عندهم مثل يصور لك بأن الثعلب ما يقع في الشرك مرتين. احنا عندنا باللغة العربية الدين جزء من ثقافتنا، شنو ممكن ترجمها؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نجي كلمة فاكس، مر عليكم هذا الجهاز
قمنا نستخدم الكلمة نفسها، نسوي لها translation نفس الكلمة، ننقل أصواتها إلى حرف اللغة العربية fax، لكن تعني أيضا ممكن ترجمتها بريد سريع، ناسوخ، بريد مصور. عندنا كلمة cult، cult الكلتية، شوف هنا translation نفس أصوات الكلمة كتبناها باللغة العربية وحطيناها لأل التعريف. الكلتية شنو هي؟ تنور أو وزرة ذات ثنيات طويلة يرتديها الرجال والنساء في اسكتلندا، شايفيها التنور الاسكتلندية، وأفراد الفرق الاسكتلندية في الجيش البريطاني. هذا المقصود بها. بعض المرات يحتاج المترجم إنه يشرح، مو فقط ينقل الكلمة مثل ما هي وما لها ترجمة باللغة العربية، يعني لأنها جزء من ثقافتهم، الثقافة الاسكتلندية، فننقلها مثل ما هي، أصوات صوت الكلمة ننقلها لحروف اللغة العربية، وقد نضطر نشرح. كريكت، كريكت هاي لعبة، الكريكت نترجمها Transliteration، ننقل في أصوات الكلمة الإنجليزية للعربية، اللعبة هاي. جينز، شقد نستخدمها جينز، هي كلمة إنجليزية، جينز أيضا احنا نقلنا الأصوات وكتبناها بحروف عربية، شلون لفظها كتبناها بالعربي. كونغ فو، الرياضة الآسيوية، أيضا نفس الشيء، شنو لفظها نقلناها للغة العربية. كيمونو، الكيمون شنو هو؟ قميص ياباني فضفاض بأكمام عريضة وحزام، هذا أيضا زي شعبي ياباني، الكلمة ما تترجم، نقلنا أصواتها إلى اللغة العربية، كتبناها بحروف عربية، ولذا يحتاج المترجم يشرح، يمكن يشرح معناها بهامش.